نبغى نسمع ما ايضا من ابو عبد المجيد، ما دام انتم ما شاء الله الديوانيه في الحاره وجيران صحيح. والجيران انا شف امس كان متعشي عندي ابو حمد الله يجزاه خير وشرف لي ان دخل بيتي الله يجزاه خير، واحنا كان مجموعه من الاخوه كان معي ابو طلال وذكرنا موقف لاحد معي من اصدقائي جزاه الله خير، وهو رجل اعمال كل اسبوع اسبوعين يجمع اصدقاء ابوه، ابوه توفى الله يرحمه ما ترك اصدقاء ابوه، يجمعهم لا ويونسهم، يجيب لهم منشد يا شاعر يا كذا، والله من الاشياء اللي اثرت بي. اي والله عاد تاثر ابو حمد وكذا، قلت سبحان الله في اعمال احنا ضعفنا فيها مثل مع الجيران مع اصدقاء الوالد خالات خوات. ابو عبد المجيد طال عمرك، بشكل عام انا مستشار في فريق تطوعي اسمه فريق تطوير لبن ما شاء الله، وسعينا من 5 سنوات الى ان هو ان شاء الله نعتبره عمل خيري. يا سلام. اللي هو جلب الخدمات الحي لبن. يا سلام. وبدينا نتفرع الان ان شاء الله طال عمرك جمعيه الان اسمها جمعيه تطوير الاحياء جديده راسها دكتور نهار العتيبي. تاز. ان شاء الله بتغطي احياء الرياض. تاز. هي جمعيه تطوعيه تسعى الى تقديم الخدمات او مساعده الناس في الحصول على الخدمات. ايضا انا عضو مشرف على ديوانيه ضاحيه لبن. الديوانيه هذه طال عمرك قامت امانه الرياض قبل يمكن 5 سنوات او اكثر بانشاء ديوانيات مجتمعيه في بعض الاحياء. انشات اول جمعيه كانت في عليشه، في حي عليشه قريب من جامعه البنات هناك. الديوانية الثانية انشأت في ضاحية لبن. الديوانية الثالثة انشأت في حي الروضة. أنا بحكم عملي في العمل التطوعي وبعدين في الإشراف على الديوانية الآن صارت طال عمرك الديوانية ملتقى يومي لأهل الحي. يا سلام. والأحياء الثانية. يا سلام. كل الأحياء اللي مجاورة لنا، بعضهم يجينا من البديعة، بعضهم يجينا من السويدي، بعضهم يجينا من عرقة، بعضهم يجينا من القيروان حتى، بعضهم يجينا من الدرعية. فهي ملتقى يومي طال عمرك مثل مجلسكم المبارك هذا. الله يبارك فيك. يلتقون فيه المعارف والجيران ويتعرفون على بعض، وموفر فيه كل شيء، قهوة، شاهي، قنوات فضائية، حتى لعب البلوت الشيبان حتى أبدعوا فيه. يا سلام. حتى في لعب البلوت سلام. يعني يا سلام. عاد أبو سليم دق الولد دق الولد يا الحبيب أبو سرى سرى أبو رفسة أبو سليم جانا وشاف الوضع والحقيقة أبهجنا وجانا أعطاني قصائد بس ما يجي مكان إلا يتبارك ما شاء الله يبارك فيه. فالحقيقة ملتقى جميل جدا يومي يجون يفطرون فيه يجلسون إلى بعد الظهر إلى الساعة 2 للساعة 1 مفتوح طال عمرك أيام الأسبوع كاملة من الساعة 7 إلى الساعة 2 كأنه دوم مجلس زي هذا 7 الصباح إلى 2 الظهر. ملتقى جميل فيه خبرات فيها تعارف فيها كبار السن يعطونك تجارب يعطونك نماذج. يا سلام. شيء نزوركم في المجلس ان شاء الله. الله يحييك شرف لنا والله والله العظيم. هذه دعوه انا اقدمها لك مباشر ابشر بسعادتك والله راشد الله يجزاك زياره للديوانيه ونرحب فيه شرف لنا والله. قبل يمكن اسبوع تشرفنا بزياره من جمعيه من جمعيه التنميه. لا بجيكم بجيب معي فطور. لا الفطور جاهز جاهز مرة كل شيء جاهز عندنا. السلام عليكم. بس احنا نبي الرواد. الله يحييكم و عامل موجود الله يبارك فيكم. إيوه. فهي فعلا ملتقى جميل. وبعدين تكلمت انت طال عمرك عن موضوع الجيران. الجيران والمعارف صاروا يتواصلون بينهم ويتصلون تعالوا الديوانية لبن ديوانية لبن ديوانية لبن ما شاء الله. يعني في الأول بدينا يمكن ب20 شخص الآن أوفر عن ما قالوا يعني حتى المكان الآن صار يضيق ما شاء الله تبارك. ليش ما تفتحون فترة مسائية؟ والله هذا توجه الأمانة إنها صباحية إنها صباحية للمتقاعدين.
والله ما هم المتقاعدين مجلس يعني مجلس عام. يعني حتى يجينا رجال أعمال يجينا طلبة أحيانا طلبة جامعة يجلسون فيه إثراء للجلسة ترى جميلة الأشياء دي تنمي قدرات والله معرفة كلش والله يعلم الله جامعة والله يعلم الله إن فيه سعادة الله أكبر يا سلام تحيط بالجميع بشكل وأبو سليمان جانا هناك والله العظيم شيء ممتع شيء ممتع سلمان مبروك في كل مكان سمى أبو سليمان الله يبارك فيك أولا فشاكرين لك يعني باسم رئيسنا أولا